بقيت الدور قفلت بمنزلقة، وللدور الجديد هرتفع سلسلة غير محسوبة وعمود في نفس العمود اللي أنا فيه، عمود تاني في العمود اللي بعده، عمود تالت في العمود التالت، وهيبقى عندي هنا 3 عمود بس، وهسيب أو هتجاهل آخر عمود. بعد كده هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4 في الكورنر. في الـ2 عمود الأولانيين هعمل عمود فوق كل عمود. بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3 في الـ2 عمود اللي هما كانوا بتوع الصدفة. في الـ2 عمود دول، في العمود الأول هعمل عمود، لا أسفة مش عمود، هعمل غرزة حشو فوق أول عمود. بعد كده هعمل غرزة بيكو من 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهعمل منزلقة في أول سلسلة. بعد كده في العمود الثاني هعمل غرزة حشو. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 في فراغ الـ4 سلسلة اللي كنت عاملاه هنا، في كان في حشو 4 سلسلة حشو، في الـ4 سلسلة هعمل صدفة من 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 2 عمود. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 في العمود الأول هعمل غرزة حشو. بعد كده غرزة بيكو من 4 سلسلة، 1 2 3 4 منزلقة في أول سلسلة، غرزة حشو في العمود التاني. يبقى الصدفة هشتغل فيها حشو بيكو حشو، 2 سلسلة صدفة، 2 سلسلة حشو فوق العمود وبيكو وحشو فوق العمود التاني. بعد كده عندي 2 سلسلة، لا 3 سلسلة بعد بين الصدفة والـ2 عمود هنا، في 3 سلسلة، 1 2 3 عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، 3 سلسلة، 1 2 3 أكرر حشو، 4 سلسلة لغرزة البيكو منزلقة، أقفل غرزة البيكو، حشو في العمود التاني، 2 سلسلة في فراغ الـ4 سلسلة هعمل صدفة، 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 2 عمود. بعد كده اتنين سلسلة، 1 2 حشو في العمود الأول، غرزة بيكو من 4 سلسلة، 1 2 3 4 منزلقة عشان أقفل غرزة البيكو، حشو في العمود التاني. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3 عمود فوق العمود وعمود تاني فوق العمود التاني، 3 سلسلة، 1 2 3 حشو في أول عمود، غرزة بيكو من 4 سلسلة، حشو في العمود التاني، 2 سلسلة صدفة في فراغ الـ4 سلسلة من الدور اللي فات، 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 2 عمود، 2 سلسلة
هشوف اول عمود 1 2 3 4 سلسلة لغرزة البيكو منزلقة في اول سلسلة، وهشوف في العمود اللي جاي 3 سلسلة 1 2 3 عمود فوق العمود، عمود فوق العمود الثاني 4 سلسلة 1 2 3 4. خلص كده الكورنر، هفوت اول عمود، في العمود الثاني هعمل عمود. في الدور اللي فات كان عندي 12، كان عندي 14 عمود في الجزء اللي هنا اللي بين الكورنرات في الضلع. في الدور ده هيكون عندي 12 عمود، بس هشتغل عمود فوق كل عمود، وبفوت اول عمود واخر عمود. هكمل كده لنهاية الدور بنفس الطريقة، هفوت اخر عمود 4 سلسلة 1 2 3 4، واعيد نفس الشغل اللي اشتغلته في الكورنر مرة كمان، 2 عمود 1 2 3 سلسلة غرزة حشو، 1 2 3 4 لغرزة البيكو منزلقة، اقفل غرزة البيكو، حشو في العمود اللي جاي، وهكذا 2 سلسلة 1 2، وفي فراغ الاربعة سلسلة اعمل صدفة من 2 عمود 1 2 3 سلسلة 2 عمود. اتنين سلسلة غرزة حشو، 1 2 3 4 سلسلة للبيكو، حشو في العمود اللي بعده 3 سلسلة 1 2 3، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، واكرر تاني بنفس الطريقة في كل صدفة وفي مجموعة الأعمدة. في نهاية الدور وصلت عند اخر عمود، المفروض هعمل منزلقة في اول عمود بدأت بيه الدور. هعمل منزلقة، انا هغير اللون، لو انت مش هتغيري اللون هتكملي عادي، و هتعملي منزلقة بنفس اللون اللي انت شغالة بيه. انا هعمل المنزلقة باللون الجديد علشان ادخل اللونين مع بعض. انا افضل برضو لو انتي هتغيري اللون اقطعي الخيط وما تسحبيش الخيط زي ما انا عملت. انا عملت كده بس علشان الشرح يكون سهل للي مش هيغير اللون، اكون ماشية معاه بنفس الخطوات. لو انتي هتغيري اللون يبقى اقطعي الخيط واللون الجديد ابدأيه من العمود، يعني فوتي اول عمود هنا وابدأي من العمود التاني. بعد كده للدور الجديد هرتفع سلسلة واحدة غير محسوبة، وفي نفس العمود اللي انا فيه هعمل عمود. كان عندي هنا في الدور اللي فات 3 عمود، في الدور ده هيبقى فيه 2 عمود هنا بس، وهتجاهل اخر عمود زي ما بعمل في الادوار كلها. بعد كده هيكون عندي 5 سلسلة 1 2 3 4 5، هروح على الـ2 عمود اللي هما بداية الشغل عندي، هعمل عمود فوق كل عمود، عمود وعمود فوق العمود الثاني. بعد كده عندي 5 سلسلة
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هتجاهل الحشو بيكو حشو وهروح على المروحة اللي عندي هنا او الصدفة اللي عندي، هعمل في العمود الاول هعمل عمود فوق العمود الاول، عمود فوق العمود الثاني، بعد كده ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة، في فراغ الثلاثة سلسلة هعمل غرزة حشو، أربعة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة أربعة، غرزة حشو تاني في نفس المكان، هيكون عندي حشو أربعة سلسلة حشو. بعد كده ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة، وعمود فوق العمود بتاع الصدفة، وعمود فوق العمود التاني من الصدفة. بعد كده خمسة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة، اتجاهل الحشو بيكو حشو واروح على الاتنين عمود اللي عندي اللي هما الفاصل بين الصدف، اعمل عمود فوق كل عمود فيها، فده اللي هيكون الشغل في الدور ده، عبارة عن اتنين عمود خمسة سلسلة، اتنين عمود تلاتة سلسلة حشو، اربعة سلسلة حشو، تلاتة سلسلة اتنين عمود خمسة سلسلة، واكرر. نشتغل تاني بعد بعد اتنين عمود خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، في العمود الاول من الصدفة اعمل عمود، العمود التاني عمود، بعد كده عندي تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة حشو، اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة حشو في نفس المكان، تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين عمود او عمود في كل فوق كل عمود من الصدفة في الدور اللي فات بالشكل ده، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وعمود فوق العمود وعمود فوق العمود التاني من الأعمدة اللي بين الصدف، مرة كمان، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، آخر صدفة عندي عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة حشو، واحد اتنين ثلاثة أربعة سلسلة حشو، واحد اتنين ثلاثة سلسلة عمود، عمود خمسة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة، وعمود فوق كل عمود من الاتنين عمود اللي جايين، بعد كده خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، افوت العمود الاول، في العمود التاني اعمل عمود. في الدور اللي فات كان عندي اتناشر عمود، في الدور ده هيكون عندي عشرة عمود، لما افوت من الاتناشر عمود في الدور اللي فات اول عمود واخر عمود، هيتبقى عندي عشرة عمود في المنتصف هشتغلهم. ده كده هنا وصلت في الجزء ده، اول عمود ما اشتغلتش فيه، اخر عمود مش هشتغل فيه، وخمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واكرر كل الشغل اللي عملته في
الكورنر مرة كمان بعد 2 عمود 1 2 3 4 5 سلسلة، عمود فوق العمود بتاع الصدفة، عمود فوق العمود الثاني من الصدفة، 1 2 3 سلسلة. جوه الثلاثة سلسلة من الصدفة هشتغل حشو، 1 2 3 4 سلسلة حشو كمان جوه نفس الفراغ، بعد كده 1 2 3 سلسلة وعمود فوق عمود الصدفة وعمود فوق العمود الثاني بالشكل ده، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 والاثنين عمود اللي في المنتصف هنا عندي بين الصدف هعمل 2 عمود او عمود فوق كل عمود فيهم، وهكذا اكمل لنهاية الدور. في نهاية الدور قفلت بمنزلقة في اول عمود بدأت به الدور، وللدور الجديد هرتفع سلسلة وعمود في نفس المكان. هنا العمود اللي جاي هو اخر عمود، فانا هتجاهله زي ما عملت في الادوار اللي فاتت، بتجاهل اخر عمود. بعد كده هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هروح على الاثنين عمود اللي جايين عندي هعمل عمود فوق كل عمود، ده العمود الثاني. بعد كده هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، عندي الجزء بتاع الصدفة الشغل اللي انا عملته فيها في الدور اللي فات. في اول عمود هعمل غرزة حشو، بعد كده غرزة بيكو من 4 سلسلة، 1 2 3 4 منطلقة في اول سلسلة، وغرزة حشو في العمود الثاني. الشغل ده احنا كنا اشتغلناه في دور اللي هو هنا، حشو بيكو حشو. بعد كده عندي اتنين سلسلة، 1 2 في فراغ الاربعة سلسلة هعمل صدفة من 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 2 عمود في فراغ الأربعة سلسلة، 2 سلسلة بعد الصدفة، وهروح على الاثنين عمود اللي جايين بتوع الصدفة من الدور اللي فات، هعمل غرزة حشو في أول عمود، غرزة بيكو من 4 سلسلة، 1 2 3 4 منطلقة في أول سلسلة، حشو في العمود الثاني. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، والاثنين عمود اللي في المنتصف بين الصدف هعمل عمود فوق كل عمود منهم، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي الجزء بتاع الصدفة هعمل في العمود الأول حشو، 1 2 3 4 سلسلة ومنزلقة، غرزة بيكو، غرزة حشو في العمود الثاني، 2 سلسلة، 1 2، وفي فراغ الأربعة سلسلة أعمل صدفة، 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان، 2 سلسلة، 1 2 العمود الأول غرزة حشو، 1 2 3 4 سلسلة منزلقة في أول سلسلة، وغرزة حشو في العمود الثاني، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، الاثنين عمود اللي في منتصف اللي بين الصدف هعمل فيهم عمود فوق كل عمود، 1 2 3 4 5 سلسلة، غرزة حشو في أول عمود من الصدفة اللي جاية،
واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة ومنزلقة غرزة بيكو، حشو في العمود التاني اتنين سلسلة واحد اتنين، وفي فراغ الاربعة سلسلة اعمل صدفة اتنين عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس المكان. اتنين سلسلة في العمود الاول من الصدفة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة منزلقة غرزة البيكو، وحشو في العمود التاني خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وعمود فوق العمود عمود فوق العمود التاني كده. في نهاية او بعد اخر اتنين عمود هنا بعمل ستة سلسلة مش خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى اخر الكورنر وبدايته في بدايته ونهايته في ستة سلسلة، وبين الاعمد بين الاتنين عمود دول قبلهم وبعدهم خمسة سلسلة. هنا في مجموعة الأعمدة بتجاهل أول عمود وهروح عند العمود الثاني وأعمل في الدور ده، قلنا هيكون عندي تمانية عمود لأن في الدور اللي فات كان عندي عشرة، فهتجاهل أول وآخر عمود هيبقوا تمانية عمود، وأعيد بنفس الطريقة. آخر عمود مش هشتغل فيه ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، عمود فوق العمود عمود فوق العمود التاني، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، حشو فوق اول عمود من الصدفة غرزة بيكو، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة ومنزلقة، وحشو فوق العمود التاني اتنين سلسلة واحد اتنين، وفي فراغ الاربعة سلسلة اعمل صدفة اتنين عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود اتنين سلسلة، حشو فوق العمود الاول غرزة بيكو من أربعة سلسلة، هعمل منزلقة وحشو في تاني عمود، بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، عمود فوق كل عمود، وأرجع أكرر تاني بين الصدف بنفس الطريقة لنهاية الدور.